وفي هذا الشأن أشار من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار إلى أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الوقت في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تكاتف جميع الدول. المنطقة العربية والمنطقة الخليجية تحديدا تعاني من بعض الإشكالات، وخاصة يعني ما بين بعض الدول المهمة، وخاصة بين إيران وكذلك إسرائيل. أعتقد المنطقة أيضا لديها مناطق صراع كثيرة جدا، خاصة في اليمن وفي العراق وفي لبنان وكذلك أيضا في سوريا. وأعتقد أنه القمة العربية من المهم أن تعقد في هذه المرحلة، ولديها ملفات صعبة جدا تحتاج إلى روية، وتحتاج إلى دراسة مهمة وتضامن عربي من أجل يعني محاولة تهدئة الأوضاع في هذه المنطقة. مملكة البحرين تعتبر من الدول السيادية والدول أيضا صاحبة التوازن في التعاطي مع الأزمات.